مساكم الله بالخير، معاكم أخوكم أحمد بطالب. حبيت أشارككم بعض المعلومات عن كيفية استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز. في البداية يجب على المعلم معرفة اسم المستخدم وكلمة المرور عن طريق الدخول على بوابة الكويت التعليمية، ثم الضغط على الحصول على كلمة السر. بعدين نضغط على خانة الهيئة التعليمية وندخل رقم المدني ورقم الملف، ثم نضغط على بحث. إذا ظهرت لك رسالة تم التسجيل مسبقاً، معناته أن حسابك مفعل وتقدر تدخل باسم المستخدم الخاص فيك والرقم السري. وإذا كنت ما تعرف أو نسيت الرقم السري، اضغط على خانة نسيت كلمة المرور، ولا تنسى ترجع على خانة الهيئة التعليمية لإدخال رقمك المدني ورقم الملف والهاتف النقال، إدخال كلمة السر الجديدة في خانة كلمة المرور وتأكيد كلمة المرور، ثم تضغط على تغيير كلمة السر واحرص أنك ما تنساها. بعد تغيير كلمة السر ندخل على موقع ونكتب اسم المستخدم اللي راح يبدي بحرف التي، بعدين رامك المدني @moe.edu.kw، بعدين نضغط على أيقونة التالي وندخل كلمة السر اللي غيرناها قبل شوي، وإذا كنت تعرفها من قبل تقدر تدش فيها على طول. تقدر تنزل برنامج تيمز على جهازك أو تستخدمه من خلال متصفح الإنترنت، وإن كان من الأفضل استخدامه بعد تحميله على جهازك. إذا كانت واجهة البرنامج باللغة الإنجليزية، تقدر تحولها للغة العربية عن طريق الضغط على أيقونة حسابك جهة اليمين، ومن ثم الضغط على Setting وتغيير اللغة إلى اللغة العربية، وبعدها نضغط على Save and Restart. راح تتغير الواجهة إلى اللغة العربية. والحين راح أطرح لكم بعض الأمور المتعلقة بالبرنامج. عند دخولك على صفحة الفرق يظهر لك جميع الفصول الدراسية، ولإنشاء حصة دراسية لفصل معين اضغط على الفصل، من ثم اضغط على اجتماع، ثم جدولة الاجتماع اللي هو بمثابة حصة دراسية. حدد وقت وتاريخ الحصة وعنوانها، ويمكنك إضافة تفاصيل أو معلومات عنها، من ثم اضغط على إرسال. وإذا كنت بتسوي حصص حق الأسبوع بالكامل، تغير خانة لا يتكرر وتسويها كل يوم من الأسبوع من الأحد إلى الخميس. للانضمام إلى حصة دراسية اللي هي اجتماع، اضغط على الفصل الدراسي من خانة الفرق واضغط على الاجتماع، من ثم انضمام للاجتماع، ثم انضم الآن. في الشاشة المقابلة لك اضغط على أيقونة إظهار المشاركين لمعرفة الطلبة المتواجدين عندك في الاجتماع، ولتنزيل قائمة الحضور اضغط بهالمكان واختار تنزيل قائمة الحضور اللي راح تكون بصيغة ملف إكسل. لتسجيل الحصة الدراسية اضغط على مزيد من الإجراءات، ثم اضغط بدء التسجيل. يقدر كل طالب الضغط على زر رفع اليد إذا كان عنده أي سؤال، وراح تبين علامة رفع اليد للمعلم أمام اسم الطالب. وأحب التأكيد أن قطع المكالمة لا يعني إنهاء الحصة الدراسية، ولإنهاء الحصة الدراسية بالشكل الصحيح نضغط على مزيد من الإجراءات، من ثم إنهاء الاجتماع وتظهر رسالة تأكيد لإنهاء الاجتماع. لإنشاء واجب لفصل معين نتأكد من وجودنا داخل الفصل، ثم نضغط على علامة تبويب الواجبات، ثم زر إنشاء، ونختار الواجب من القائمة. نكتب عنوان الواجب والإرشادات المطلوبة وإضافة نقاط للواجب، ونرفع الواجب من خلال الضغط على إضافة موارد، ونختار ملف الواجب من الجهاز. بعدين نضغط على إرفاق ونحدد تاريخ استحقاق الواجب والوقت. من خانة تحرير نقدر نحدد تاريخ نشر الواجب والانتهاء منه، ثم نضغط على زر تعيين ونتأكد أن الواجب دائما في خانة معين وليس في خانة مسودات. في الختام أحب أقول لإخوان المعلمين، أنتوا قدها وقادرين على إنجاح تجربة التعليم عن بعد، ويعطيكم العافية.